زوج الضحية اللي توفت بخطأ طبي في مستشفى البتول أستاذ محمد خضير، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بك. حياك الله وعظم الله أجركم وأحسن عزاكم. شكر الله سعيكم، الحمد لله والشكر على كل حال. حياك الله أستاذ محمد. الحادثة ممكن تسلسل لنا إياها بالتوقيت، يعني متى تم تأجيلها؟ بأي يوم راحت للمستشفى؟ بعد كم يوم توفت بنتك؟ وبعد كم يوم توفت زوجتك؟ نعم، بعد الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بتاريخ 13/3 بالعشرة ونصف صباحا شكت زوجتي المتوفاة رحمها الله من نزول الماء الأزرق. شلتها طيارتي مسرعا إلى المستشفى البتول، مسافة الطريق ساعة طبعا. أوصلت المستشفى مباشرة، دخلت المستشفى استلمتها دكتورة زينة صالح، قالت مباشرة راح نجري لها عملية وحضروا الدم وحضروا الشغلات اللي يحتاجوها. حضرت الدم مباشرة، تفاجأت، أجلت العملية، قالت لل 11 بالليل ننتظر. نفس الطبيبة قالت نأجلها لل 11 بالليل. انتظرنا لل 11 بالليل، قالوا نأجلها للصبح. يعني أجلها. التأجيل كله صادر من نفس الطبيبة؟ لا، استلمتها الدكتورة الثانية منى عزيز. منى عزيز أنا أجلتها 12 ساعة الدكتورة الأولى. ليش التأجيل هذا؟ ما سألته؟ ما بعد أنا برا وهم جوا، شنو التأجيل، شنو سببها، ما أعرف. جاي أجلون بها. نعم زين. ادعوا حسب قولهم بعدين، يعني بعد ما رجعتها وقمت دعوة عليهم داخل شو اسمه، اشتكيت عليهم داخل إدارة المستشفى، ادعوا بانه كان عندها هبوط بالضغط او شو اسمه، هذا سبب التاجيل. يعني هم ادعوا بانه زوجتك عندها ضغط والانجاب الان ممكن يؤذيها او يؤذي الطفله. نعم. ايه دكتوره منى عزيز اللي استلمتها قلت لك اجلتها ايضا 12 ساعه. زين. اجت الدكتوره فرح هيثم اللي استلمتها اجلتها 8 ساعات، يعني 32 ساعه تاجلت. زين. أجرت لها العملية بالسبعة المغرب. منو أجرى لها العملية؟ فرح اللي أجلتها 8 ساعات. نعم، اللي أجلتها 8 ساعات، اللي هي ثالث دكتورة. نعم. ثاني يوم قبل الظهر يعني تقريبا 12 ساعة خرجوها من المستشفى. زين. وهذا كرت الخروج من المستشفى اللي خرجوها به ثاني يوم بدون لا طلبوا توقيع أو على مسؤوليتي أو شو اسمه. هم من يوم هم تصرفوا؟ نعم، تراجع بعد اسبوع لرفع الخيط. زين. يعني اذا هي مكتسبه شفاء تام. زين. وخرجوها على اساس. طيب. طلعتها مباشره الى العلاج اللي وصفوه لي، اعطيتها العلاج حتى ما طلعت للجمعه. انا اسكن منطقه تابع ناحيه عياضيه قضاه اللعفر. نعم. طريق ربيعه. نعم. ما طلعت للبيت، قلت بعد الموصل حتى، لان اول عمليه تجريها هذه للعلم. اي. يعني قبلها ولادة طبيعية، الآن أول عملية قيصرية. نعم، أول عملية قيصرية تجريها. قلت بات أقرب نقطة خاف تدهور حالته مثلا. زين. أو يصير لا سمح الله اسمه. بالليل اتخربطت. زين. بالليل اتخربطت، صار عندها ضيق تنفس، صار عندها شو اسمه. رجعتها المستشفى الموصل العام اللي هو وادي حجر. زين. من انتهت شغلتنا البتول الولاده. وادي حجر، شافوها وادي حجر، شيكوها، انطوها مغذي، دزوا على دكتوره من الصاله مال وادي حجر. زين. ايضا اكو صاله مال العمليات النسائيه. زين. وتوليد هناك. زين. كشفت عليها الدكتوره، بدا يظهر طفح جلدي بجسمها. طفح جلدي وهيك فراقيس مثل فراقيس اسمه. بعدين تبين انه نزيف داخلي. اوف. قالت لي ترجعها للدكتور اللي اجرت لها العمليه مستشفى البتول. زين. المريضه بذمه الدكتور لمده اسبوع. شلتها مباشره من مستشفى العام، مستشفى الموصل العام وادي حجر، المستشفى البتول رجعتها لهم. دخلوها للعنايه المركزه. زين. طبيت مباشره انا واخوها، اخو المتوفيه خال الولد، قدمت شكوى بحقهم يم مديرة المستشفى الدكتورة عاطرة. زين. نعم. دخلوها عناية، اعطوها العلاجات اللي هم تعرف وصفات طبية، هم اللي يعرفوها ايش تحتاج ما تحتاج.
كانت تقريبا مثل الزهايمر صار عندها، يعني شوي نسيان شوي يصيح، اعطوها مطيها ابر مهدئ، من اعطوها ابر المهدئ فقدت الوعي تماما. اي وبعدين توفت. فقدت الوعي تماما. أي. بهالحكي من اجرت العمليه. أي. والطفل خلوه بالخدج. الطفل خلوه بالخدج وهذا البيان. الطفل يوم طيب 14 خلوه بالخدج. استاذ محمد 16 نعم